السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. اليوم عندي مع الـ NGRX 5 أداة مهمة. هاي الواجهة الأمامية الـ RX 5، الرادار الأمامي، شبك، حساسات كاملة، كله فل LED، وهاي سعرها 31,835,000. هاي مواصفات، سوي سكرين شوت وخذها. الضمان 6 سنوات أو 200,000 كيلومتر. خلنا نشغل الإضاءات حتى نشوفها. بيرفورمانس الأداء العالي. هذه الإضاءة الأمامية مع هنا عندك الحاجة بالـ LED، الرادار، الكاميرا الأمامية، شعار MG، حساسات. هنا أنا الإطار من ميشلن، كلش حلو الإطار ميشلن. بايلوت سبورتس، أداء عالي. 245 ZR 19، تاير ممتاز هذا. الخط زيدو كروم. ما عندك هنا الكاميرا الجانبية، هنا عندك هنا عندك الكاميرات، قفل بدون مفتاح، نطاقة. هنا عندك 223 NGRX 1500 توربو، دفع أمامي، فرونت ويل درايف، 5 دور. الويل كلش حلو الويل. هنشوف البنزين. شوف المحرك بالنسبة إلى البنزين 95. سويت فيديو على البنزينات، شوفه ترى فيها بنزين تاسبك. إضاءات خلفية جميلة، إضاءات خلفية LED بول، اللوحات أصفر. هنا عندك 2 فيك إكزوزات بس الأصليات موجودة جوا دبل نفس باقي السيارات. شعار اكس 5. شنطة كهربائية واسعة. حجم السيارة الـ RX 5 تقدر شو نقول لها؟ نقول هي مثل سورنتو بس 5 راكب. حجمها حجم سورنتو ولكن 5 راكب، فراح تكون واسعة. الجناح الخلفي شوف شلون حلو مع حامل حناية عفش مع البانوراما. مخطأ جانبي. جلد هنا فور ميكب خبب هنا جلد، هنا سماعات، هنا جلد كليته. سيارة واتع حاجة سوار انتو 4 راكب شي تريد يعني. حاملات اكواب 2، هنا عندك شاحن 2، وهنا عندك تبريد بتصل بالامامي. هاي مقطع امامي للسيارة، الشاشة بالنص طويلة، والسيارن سيارن ام جي الاعتيادي ومع فتح السقف البانوراما. الايرباكات هنا عندك فل ايرباك، ايرباكات جانبيه، ايرباكات بالمقاعد الأمامية واماميه، فراح يكون مجموع هنا 6 ايرباكات ستائريه بالمقاعد اماميه. هنا بصمه باب المرافق، باب المرافق والساعه الكهربائي اكيد. هنا عندك تلاحظ هنا بالابل كاربي ادرود اوتو، وهنا للشاحن، وهنا اعتيادي، وهذا سده مع اضاءة. نفس تصميم الباب. من فكر هذا محرك السيارة 1500 توربو مع جير كل سرعة دبل كروس. هذا الحفر
مساعدات هيدروليكية في ذا كل، بس هاي تكتب هلا هاي لي فوق تعين ولا بس هاي لي فوق هاي لي فوق مقاعد كهربائي كيل السائق التحكم بالمريء إضافة إلى طي المريء هنا أنا بالكهرباء الجام هنا بشاشة تخطي مرة واحدة عندك هنا أنا التنقل أبل كاربلاي أندرويد أوتو نافيجيشن موجودة ما عندك لازم تربط لها جي بي إس كارت تشتري هنا أنا عندك التبريد تعلي الإضاءة وتنصي منها عندك هذا وهنا المروحة شوف صارت عندي مروحة شوفان وقارون راديو فرعون وهامان تمام الحرارة هوم طبعا بقيت يطلع لي هنا بالدشبون هم تيجي منه مو كيف الهواء هذا مو كيف الهواء الاوتو اكو عندك اوتو اي سي تلقاي اوتو هاي الاوتو زين الحرارة اريد ازيدها وانقص الحرارة هنا هاي الحرارة كلها بالشاشة الوسطية هنا أنا عندك حاملات اكواب مع المفتاح مع الام جي معروف فتح وغلق فتح الشنطة شعار ام جي شاحن لاسلكي هنا هذا شاحن لاسلكي هنا أنا فتحة بالتبريد مجرد خزين الجير انيق كلش تضغط بريك تدوس هاي الزر هنا وتحول مثلا دي هذا الدي تمشي عندك الدي تدوس هذا الزر صار بي خلاص هنا أنا عندك العدادات وشاشة الوسطية تحكم عندك من الملتي ميديا راح يكون من هذا الخيار تحكم بالشاشة الوسطية هنا من هذا الخيار تلاحظ هنا الايكو بلوتوث وقود يقولي ماكو نافيجيشن وسهرة امور كثيرة تايم لاب السرعة الاستهلاك الوقود بطارية هنا أنا بالإنارة الخارجية تعلي وتنصي الصوت هنا بالصفة هنا هذا الفورميكا على شكل خشب كلش ملمسه حلو ما أقول دبسبلي هنا أنا أوتو هولد موجودة هنا أنا مراية وإضاءة موجودة أيضا هنا أنا تحكم بالبانوراما هاي البانوراما بانوراما واسع كبير شوف ناصيته هنا ده المنحنى مال دشبول كلش حلو ومكان التكييف او فتحة تبريد ايضا ممتاز الشاشة الوسطية حلوة التعامل مالتها يحتاج شوية فكت حتى ضبطه هاند بريك الكتروني اوتو هولد موجود تراكشن انطفاء نزل منحدرات فتح الصندوق الكهربائي خلينا نشوف شنو موجود بعد بالشاشة ال 360 درجة حتى 360 درجة الشاشة يعني وسط نقدر نقول حساسات أمامية خلفية موجودة بس الكاميرا 2D مو 3D والجودة اعتيادية مو ذيك الجودة ممكن النظام استجابة الشاشة لا هو البطيء ولا هو السريع وكل شيء بيها ولازم تتعلم تتكيف وياها يعني مثلا هاي الإضاءة خلي يشتغل هنا وياها إضاءة حتى FTM هاي زيادة وهاي إضاءة الفان شوف زاد الفان بس ايش قيت زاد ما دا شوف هاي جو بس هاي جو شوف هاي 6-5 باع
شوية تتعود عليها واستجابتها متوسطة، لا هي السريعة ولا هي البطيئة.